ولذلك انا نقول لخوتي حولوا لهم هذه اللي هو حابين يديروها عرس، نحولوها لهم الى جحيم الى جحيم الى جحيم الى فضائح تظهر من كل ناحيه. لأن تمريرهم لهذه الألعاب اللي هي أموال الشعب في الحقيقة راهي تصرف على اللي يسوى واللي ما يسواش. بارك الله فيكم إخواني كلكم، واحد من الأفاضل برا 500 يورو، شاكرين فضلك إن شاء الله. تمريرهم لهذه الألعاب هو القول للعالم باليوتيوب، في حين كاين الناس راهي تجوع، ولم تعد مجازا بل وصلت الناس تموت من الجوع. يا واحد الكذاب يعني ما تحشمش.